ضربة في نعش حقوق الإنسان المسلوبة في مجمل تفاصيل حياة العراقيين، يأكل الأطفال نصيبا منها من الظلم والفقر والفساد المتفشي. وإلى إربيل هذه المرة بمقطع فيديو تناقله نشطاء ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه طفل يلقي بالدولارات على راقصة في ملهى ليلي. غضب عم صفوف العراقيين لحادثة جددت الحديث عن مخاطر يتعرض لها الأطفال دون وجود رقابة حقيقية على أماكن لا يتوجب وجودهم بها، سيما الملاهي الليلية وأماكن الترفيه المخصصة للكبار، وهي الأخرى بحسب نشطاء تظهر غياب الرقابة عليها. لسان حال العراقيين نادى بضرورة حماية الطفولة في العراق، سيما بعد أن تجاوز الاعتداء على حقوقهم نسبا مرتفعة في العمالة والفقر والبطالة وترك المدارس واستغلالهم واستدراجهم دون السن القانونية إلى ملاهي الليلية صاخبة، سيما أن الحادثة ليست الأولى من نوعها. فور نشر مقطع الفيديو سرعت الشرطة المجتمعية بالبحث عن الطفل، فيما ذهب مغردون ونشطاء إلى الحديث عن خطر الملاهي الليلية المنتشرة في بغداد وأربيل دون تطبيق عقوبات رادعة لمظاهر خارجة عن القانون، من بينها استغلال الأطفال والفتيات وانتشار المخدرات في بعض منها.